احتضنت مدينة الرباط ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج الدورة الرابعة للمعرض المغاربي للكتاب آداب مغاربية الذي ستحتضنه مدينة وجدة من 17 إلى 21 من أبريل الجاري، والمنظم من قبل وكالة تنمية جهة الشرق تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. سننظم ما يناهز 20 مائدة مستديرة، ستناقش كل مائدة باللغة العربية والأمازيغية وكذلك الفرنسية مواضيع مهمة تتعلق بالرقمنة وكذلك بالكتابة والزمن، بالجاليات والهجرة والأدب الأفريقية وغيرها. كما سننظم أيضا ندوات بمناطق أخرى مدينة وجدة. بحسب المنظمين ستشكل هذه الدورة مناسبة لتقديم ناشرين مغاربة وأجانب لإصداراتهم الجديدة، فضلا عن إتاحة الفرصة للقراء من أجل الالتقاء بكتابهم المفضلين. بالنسبة لهذه الدورة جاءت بعد توقف دام لخمس سنوات اعتبارا لكورونا، وهذه الدورة الجديدة طبعا تشتغل على نفس المواضيع التي اشتغلنا عليها في الدورات السابقة، وقد اخترنا لهذه الدورة موضوع الكتابة والزمن. هذا الموضوع كتابة والزمن تم تفريعه في عدة موائد مستديرة، من ضمنها موائد حول الرواية العربية أو حول القصة العربية أو في مجال الترجمة. الحدث الثقافي الهام الذي سيعرف مشاركة كتاب وباحثين وروائيين وفلاسفة وشعراء من بلدان إفريقية وعربية وأوروبية يسعى إلى أن يصبح موعدا أساسيا لحوار الثقافات والحضارات.